وللحديث عن تداعيات ورسائل الحريق الذي نشب في صالة مطار بغداد الدولي ومدى صحة التصريحات التي تقول إنه مفتعل، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. حياكم الله أستاذ مظفر. مساء الخير، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، حيا مشاهدين قناتكم الكريمة. مساء الأنوار أستاذ مظفر، يعني ما الذي يعنيه نشوب هذا الحريق في صالة مطار بغداد الدولي في هذا التوقيت، ومن هو المستفيد مما يجري برأيك؟ يعني في البداية يحتاج نذكر العراقيين الشرفاء أن السوداني والشلة الحاكمة اليوم هم جاءوا من رحم حزب الدعوة، حزب الدعوة اللي هو امتهن هذه شغلة التفجيرات والحرائق من أيام الثمانينات من القرن الماضي، عشية الحرب العراقية الإيرانية. الشغلة الثانية أنه هذه تأكد على حاجة أنه يتأكد على أنه المعركة بين الأطراف العملية السياسية على أشدها في تقاسم السلطة وتقاسم الأموال والمليارات، والمستفيد الوحيد هو هم نفسهم، لأنه هم اللي راح يحصل المطار يسيطر عليه، راح يستفاد من الموارد المادية، اللي راح يسوي إعادة إعمار راح يكون مستفاد بسرقة المقاولات وغيرها، والثالث اللي راح يكون ضغط من جهة أو من أخرى من أجل الحصول على مناصب أو منافع أخرى من الـ من الـ من الـ من الـ من الخزينة. نعم، يعني ما تفضلت به هل يشي بملامح لربما المرحلة المقبلة من ديدن يعني حزب الدعوة؟ نعم، أنا متأكد من هذا الشيء. هذه كلها ملامح حزب الدعوة، ملامح حزب الدعوة ومن يقف وراء السوداني أو عراب العملية السياسية اليوم هو المالكي، اللي هو جاء من رحم حزب الدعوة، أمين سر حزب الدعوة. هذا شغلهم وهذا معروف للعراقيين، احنا نعرفه من أيام الثمانينات. نعم، في ظل تأكيد رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري بأن الحريق مفتعل بالفعل، إلى أي مدى يشير ذلك إلى فقدان الحكومة لسلطتها على غالبية مرافق الدولة الحساسة، يعني المطارات بعد المعابر اليوم؟ هو هذا، يعني هذا ما يحتاج أنه رئيسة اللجنة تصرح بهذا الشيء أو مسؤول، حتى الطفل بالشارع يعرف أنه لا وجود لدولة ولا وجود لسلطة بالعراق. العراق يسمى دولة مجازا، يعني على التعبير، لكن اللي موجود اليوم بالسلطة وموجود اليوم اللي يمسك زمام الأمور هم عصابة ومافيات يتقاسمون، ومجموعة لصوص، مجموعات خارج عن القانون يسيطرون على الشارع بواسطة السلاح اللي موجود عندهم، بواسطة الأموال المنهوبة من الخزينة، هم يسيطرون على هذا الشيء، لذلك لا وجود لدولة بالعراق. مراقبون أيضا أستاذ مظفر يعني يستذكرون تصريحات حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الأسبق، والتي قال فيها إنه كلما اختلفت الأحزاب على المناصب كلما شهدنا تفجيرات وحرائق. برأيك إلى أي مدى ينطبق هذا الحال على ما يجري في مطار بغداد اليوم؟ يعني بمعنى ما يجري اليوم في مطار بغداد أو بصورة عامة في العراق، هل هو مؤقت ريثما يتم تقاسم الكعكة السياسية، أم هذا ديدن الأيام القادمة سوف يكون؟ هو بالبداية يعني أحب أذكر أنه حاكم الزاملي هو جزء من عمليتهم، وهو جزء من المنظومة السياسية. بالجهة الثانية هذا هو نفسه ما حدث إذبان مقاطعه الصدر للانتخابات، حين اعلن مقاطعه الانتخابات قاموا بحرق المستشفيات، قاموا بحرق العراقيين، شهدنا بأم عينا كيف يحترق العراقي ويحترقون الاطفال بالمستشفيات، من اجل كانت وسيله من الضغط على مقتضى الصدر للرجوع للانتخابات. لذلك هو هذه الوسيله مثل ما تفضلت حضرتك من اجل تثبيت اركان حكمهم، والجانب الثاني هذا راح يكون ديدن لتمرير اجندات اخرى من عندهم. ولكن السؤال هنا استاذ مظفر، يعني كيف للسلطات الحكوميه ان تقبل بتحويل مطار بغداد الدولي الى ورقه للصراع بين الاحزاب التي تتنافس على تشغيله رغم كل المخاطر الامنيه والاقتصاديه التي تنطوي على ذلك؟ هي حتى انه اكو حتى جانب السياده ايضا انتقص من الحريق الحرائق اللي في المطار. المطار عباره عن
عن شكل لهيبة الدولة، لكن هؤلاء الناس مشكلتهم الأساسية أنهم ما بنوا شيء بالعراق، هم جاءوا يعني على الجاهز على الحاضر، كل شيء موجود بالعراق، كل شيء مبني بالعراق. لذلك لما يحترق مبنى أو يحترق مطار أو يدمر مشروع، هم ما يهمهم لأنه هم ما تعبوا به. والجانب النقطة الثانية أنه هم يمشون على من أمن العقاب أساء الأدب. هم مأمنين أنه ماكو حساب، ماكو أحد راح يحاسبهم، وحتى لو طيب. كان حساب راح تفض الشغلة بوس عمك بوس خالك. في الفترة الأخيرة كلما حدث حريق أو هجوم تجري إقالات من مناصب حساسة ويعين آخرون محسوبون على المالكي. يعني هنا السؤال، هل بدأ الإطار التنسيقي بالفعل عملية انتقام ضد خصومه الذين وقفوا ضده في المراحل السابقة؟ نعم، أنا أعتقد هذا الشيء من خلال متابعتي للأخبار وما يجري بالعراق. تبديل الوجوه جاري على قدم وساق، تبديل الناس مكان ناس جاري على قدم وساق، لكن بالجانب الثاني هنالك من يراقب هذه الوضعية. وعيوننا شفنا السفيرة الأمريكية البارحة بالفضائيات جلست وقالت أنه دافعت عن مقتدى الصدر، دافعت عن التيار الصدري، وطالبت بمنح حقوق جماعة الصدر. لذلك هم يعني الآن العملية جارية بتبديل الوجوه، تبديل الأماكن، تبديل المناصب، لكن أعتقد هذه ما راح تطول هواية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من أمستردام، الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.